السلام عليكم. هندردش النهاردة دردشة خفيفة كده عن أول لما تيجي إنجلترا تشتغل كدكتور في إنجلترا، إيه الحاجات اللي هتشوفها، إيه الحاجات اللي محتاج إنك تعرفها، إيه الحاجات اللي لازم تعمل حسابك عليها. هتكون دردشة سريعة كده النهاردة وأنا خارج من الشغل، يعني نحاول إيه نتكلم شوية في الموضوع دوت يمكن يكون مفيد لبعض الناس. كالمعتاد برضو مش محضر 100%، هي بتيجي فكرة الموضوع كده في بالي فقلت ايه نتكلم معاكم شوية. لما تيجي اول مرة لانجلترا غالبا هتنزل في مطار هيثرو. مطار هيثرو طبعا في لندن، هي لندن فيها 5 مطارات على حسب ما اعرف، جاتويك وهيثرو. هيثرو طبعا هو الاول والاكبر والاساسي، واعتقد ان الطيارات بتيجي سواء من مصر او من الخليج على هيثرو. هتنزل في مطار هيثرو، في واي فاي في المطار لو انت حابب انك تكلم حد او تتصل بحد او كده عن طريق النت، في واي فاي في المطار تقدر تشبك عليه بسهوله. في شركات تقدر تحجز بيها تاكسي يستناك، لكن تعمل حسابك ان الميعاد اللي تطلب منه التاكسي يكون موجود ما يكونش يعني قريب قوي لميعاد وصول طيارتك، لانك ما تضمنش ظروف المطار ايه، ممكن تتاخر شويه في المطار 2 3 ساعات لغايه ما تطلع من المطار. وطبعا لو انت حاجز ميعاد بدري عن كده او يعني حاجز ميعاد وبعدين اتاخرت عنه هو هيستناك، لكن كل دوت هيكون ايه العداد بيعد عليك. ممكن طبعا تدخل على جروب من الجروبات اللي بتجمع المصريين في اليوكي، تعمل بوست مثلا او اعمل حتى سيرش على الجروب، هتلاقي في ناس حتى ارقام ناس عندهم عربيات مصريين وغير مصريين، بس هتلاقي مصريين بسهولة. ممكن تتفق مع حد فيهم، تبعت له وتتفق مع حد فيهم ان هو يجي يستناك مثلا في المطار، انت توصل الساعة كذا يجي يستناك في المطار، وممكن يبقى ايه يديلك يعني كوت او يديلك سعر ارخص شوية. وانا انصح انك تعمل الموضوع ده. بالنسبة لخط التليفون، في كذا اوبشن لخط التليفون، لكن ممكن مبدئيا من اي سوبر ماركت، واعتقد في المطار نفسه، انا ما جبتش من المطار، بس ممكن من اي سوبر ماركت في المطار تجيب خط تليفون. بيبقى خط التليفون هتلاقيه باوند، هتلاقيه حتى في مكاتب البوسطة بعد كده. توك توك في لندن اهوت تحت لندن اي على الكوبري، بس توك توك يعني عجلة كده مش بالتبديل، مش بالبنزين زي اللي عندنا. تقدر زي ما بقولك تجيب خط تليفون من اي سوبر ماركت بباوند، وبعد كده بتشوف الباقة اللي انت عايزها وبتشحن الباقة اللي انت عايزها بقى بعد كده وبتتكلم فيه. هتكون محتاج طبعا يكون عندك نت، ممكن تشحن من الواي فاي اللي في المطار، يعني ممكن تشتري خط شريحة التليفون وتشحن من الواي فاي اللي في المطار مباشرة وانت ايه في المطار، بحيث يبقى عندك خط تليفون ويبقى عندك الواي فاي والنت بتاعك. بعد كده هتحتاج انك تكون العزل هيكون على حسب يعني القوانين، وقتها القوانين بتتغير كل شوية، فشوية يقول لك تحتاج عزل 10 ايام، شوية يقول لك لا لو انت متطعم يبقى مش محتاج عزل، بيختلف. انت دلوقتي يعني الوقت الراهن هم مش معترفين بالتطعيم اللي بتاخد في مصر، لكن معترفين بالتطعيم اللي بتاخد في 4 دول خليجية منهم السعودية، اللي هي يعني معظم الناس هتكون يا اما جايه من السعوديه يا اما هتكون جايه من مصر، معظم الناس اللي بتسمع الفيديو دوت يعني. فلو انت جاي من السعوديه فالتطعيم بتاعك هيكون معتمد الى الان يعني في انجلترا، وهتكون محتاج انك تعمل اللاترال فلو تيست او اللي هو الرابيد تيست يعني، ومش محتاج عزل. ده اخر تحديث لسه حصل من اسبوع كده فات. عامه على اي حال لو انت جاي من مصر التطعيم بتاعك مش معترف بيه الى الان، فانت لازم تحتاج تعمل PCR و
أعتقد إن مفيش عزل دلوقتي للي جاي من مصر، لكن على أي حال ده موضوع متغير، فيعني الفيديو مش هيبقى هو اللي يفيدك 100% في الموضوع ده، لازم تشوف إيه آخر أبديت. طيب هني وصلت، افترضنا إنك سواء بعزل أو من غير عزل قضيت المدة إذا كان في عزل، المهم إنك رايح المستشفى بتاعتك. طبعا تكون متواصل دايما مع الـ HR اللي هم الناس اللي كانوا بيبعتوا لك، وعلى تواصل معاهم تقول لهم خلاص يا جماعة أنا إيه مثلا، أنا مفترض هوصل وقت كذا، أنت وصلت، خلاص يا جماعة أنا وصلت. المفترض يعني طبعا مستشفى عن مستشفى بتختلف، لكن هيبعتوا لك يقولوا لك خلاص تعالى مثلا يوم كذا، وتعالى لنا على مكتب كذا أو المكان الفلاني، أو فلان هيقابلك، أو في إندكشن مثلا لو أنت جاي في الوقت بتاع الإندكشن، لأن هم غالبا هنا الوظائف معظم الوظائف بتبدأ في أوغست وفي فبراير، فلو أنت جاي وظابط نفسك على أوغست أو فبراير هتلاقي نفسك بتبدأ مع الباتش اللي بيبدأ جديد. وان كان ده طبعا بالنسبه للناس اللي جايه من بره اول مره بيكون صعب شويه يعني انك تعرف تظبط الموضوع ده 100%، فهم هيقولوا لك تعالى مثلا على المكتب الفلاني، هتروح لهم هتلاقيهم مجهزين لك الاي دي، هتلاقيهم مجهزين لك شويه حاجات كده معلومات هيقولوا لك عليها، يعرفوك عن التراست او المستشفى وايه الحاجات اللي انت المفروض تعملها. ده كده المفترض في اول ايه يوم ليك في التراست. بعد كده هتروح طبعا على الاسم بتاعك الديبارتمنت اللي انت شغال فيه، وتبدا هنا تيجي ايه لمساتك الاولى كده مع الان اتش اس. طبعا الاتش ار هيكون مجهز لك في الاندكشن، هيكون مجهز لك سيشن مع الاي تي علشان يعرفوك النظام اللي شغالة به المستشفى. هنا للأسف مش كل المستشفيات شغالة بنفس السيستم، سيستم الكمبيوتر اقصد يعني، فهتلاقي في برامج مختلفة ما بين مستشفى والتانية او ما بين تراست والتانية، في حتى بعض المستشفيات مش شغالة بكمبيوتر خالص ولا تزال شغالة ورقي يعني، مش كل ورقي لكن حاجات كتيرة من اللي انت هتحتاج تعملها هتكون ورقي، وفي حاجات تانية هتكون كمبيوتر. على اي حال هما هيجهزوا لك سيشن مع الاي تي، تريننج سيشن كده، لا تسمن ولا تغني من جوع لمدة ساعتين كده، هتقعد مع الاي تي يعرفك ازاي تلوج ان وازاي تلوج اوت. عروسة اهي. Congratulations. ازاي تلوج ان ازاي تلوج اوت وازاي تبدا تشتغل على السيستم، تبدا تتعرف، هتروح على الاسم تبدا تتعرف على الناس بتوع الاسم عندك، الناس اللي شغالين تعرفهم عليك، انا فلان فلاني، هتلاقيهم يعني في معظم الاحوال طبعا ده مختلف برضو من مكان للتاني، هتلاقيهم برضو كده ايه قعدوا معاك الكونسلتنت قعد معاك، طب انت مين، طب كلمني عن نفسك، طب انت ايه مهاراتك، طب انت ايه خبراتك، طب بتعرف تعمل ايه ما بتعرفش تعمل ايه. طبعا تختلف على حسب التخصص، تخصص ميديكال ولا تخصص سيرجيكال، لكن على الاقل علشان يعرفوا ايه نبذة كده عنك يعني، وايه مهاراتك اول مرة طبعا اهم حاجة يعني من وجهة نظري ان اهم حاجة انك تقول لهم ان انت لسه جديد في الانتشيس، لان طبعا هتلاقي حاجات كتيرة جدا مختلفة عن اللي انت متعود عليها واللي انت متعود تعملها، فلازم تعرفهم ان جديد في الانتشيس علشان يكونوا صبورين عليك شويه، لانك طبعا هتكون بطيء في البدايه، هتكون حاجات كتيره مش عارفها تكون بتسال عليها، فيعني لما تديهم فكره ونبذه انك جديد يكونوا هم ايه عاملين حسابهم ومتقبلين الموضوع ده. نيجي بقى على المرحلة بتاعت ايه الصدمات، يعني الناس بصراحة اول لما بتبقى جاي هنا بتبقى شوية كده ايه بيحسوا بصدمات، وانا من ضمن يعني، لان انت هتلاقي نفسك حاجات كتيرة مش عارفها في نظام الشغل،
حاجات كتيرة طبية هم مختلفين شوية عن إلى حد ما اللي احنا متعودين عليه. احنا متعودين أكتر على نظام الطب الأمريكي، يعني سواء في مصر أو السعودية، مش نظام الطب الأمريكي ان احنا خلاص بقينا عاملين زي أمريكا في الطب يعني، لا، لكن نظام الشغل، الجايد لاينز، مسميات الأدوية، مسميات الأمراض، هتلاقيها كلها واخدة الستايل الأمريكي. أنا طبعا واخدة الستايل الإنجليش، فإلى حد ما مختلف. طبعا أهم من الموضوع ده كمان، أهم من موضوع اختلاف المسميات، موضوع اللغة. اللغة طبعا البريتش اكسنت، احنا يعني مش هقول برضو احنا يعني متعودين على الانجليش وخلاص، ناس حلوين في الانجليش عشان عندنا امتحان الاو اي تي اللي هو اصلا امتحان اي كلام، لكن لا، هو احنا متعودين ان احنا نسمع في الافلام وفي الاغاني وفي الدراما الامريكية والكلام ده كله، متعودين ان احنا نسمع الايه الامريكان انجلش، مش متعودين ان احنا نسمع البريتش انجلش. هتيجي هنا تلاقي نفسك بتسمع البريتش اكسنت طبعا المختلفه جدا عن الامريكان اكسنت اللي احنا متعودين عليها، وهتلاقي نفسك بتتوه وبتوقع كتير من الكلام، يصل في بعض الاحوال 50%، ممكن عند بعض الناس 60-70% من الكلام اللي بيكون بيتقال مش هكون فاهمه، خاصه في البدايه. دي ساعة بيج بن، وده مبنى البرلمان، هاوس اوف بارلمنت، ودي محطة ويست مينستر، محطة مترو ويست مينستر. طبعا هو ده مبنى عادي، لكن هي المحطات هنا بتبقى تحت المباني العادية كده يعني. فزي ما بقول لك تلاقي نفسك موقع كتير من أسماء الأدوية، طبعا بينطقوها بأسماء غير اللي احنا متعودين ان احنا ننطق عليها. احنا بننطق طبعا، احنا عارفين يعني، مش هنتكلم كتير في النقطة دي، احنا بننطق الإنجليش ازاي، واللهجات بقى عندنا الصعيدي على الفلاح على البورسعيدي على اللهجة المصرية العادية يعني اللي احنا متعودين عليها. عندنا احنا لهجات وكل واحد بينطق طبعا بمزاجه. فهتيجي هنا بقى طبعا تلاقي هم بينطقوا بحاجة مختلفة، طبعا اسماء الأدوية واسماء الأمراض بحاجة مختلفة تانية خالص، هتكون صعب عليك في البداية او صعب علينا كلنا في البداية. هتحس يعني، ده انطباعي وربما يكون انطباع ناس كتيرة، ان هم دايما متفننين في تعقيد الاشياء، كل حاجة ليها سيستم وليها نظام، مش عارف اقول حلو ولا وحش، ولكن بيهتم بتفاصيل التفاصيل، وبيقعدوا يتكلموا كتير عن ابسط شيء وابسط مشكلة، بيقعدوا يتكلموا عليها كتير جدا لغاية ما تسورتت اوت. فده هيكون برضو شيء صعب يعني، الموضوع مش يلا اعمل كذا اعمل كذا وخلاص، لا، كلم فلان وروح لعلان وتعال عند ترتين، وتبص تلاقي نفسك الحاجة البسيطة اللي احنا متعودين نعملها بسرعة وبسهولة، لا، بتاخد وقت كتير. علشان كده الـ NHS برضو يعني عاملة زي ايه، يعني انا بشبهها كده بقولها الـ NHS عاملة زي جيش في مصر. الحاجة اللي يعملها واحد بيبعت لها 5، والحاجة اللي تتعمل بخمسة يبعت لها 10. فالـ NHS تقريبا نفس النظام، هتلاقي عدد كتير جدا من الدكاترة، طبعا تختلف طبعا برضو من المستشفى للتانية ومن مكان للتاني، لكن بصفة عامة يعني عدد الدكاترة أكتر من عدد الدكاترة مثلا اللي بتشتغل أو بتعمل حاجة واحدة في مصر مثلا يعني، أو حتى في السعودية. فبالتالي هتلاقي كل دكتور عدد المرضى المسؤول عنهم شوية أقل، لكن طبعا لان زي ما بقول لك انه كل مريض وكل واحد بيهتموا بادق التفاصيل، مفيش حاجه بتتعمل كده هباء او يلا او ماشي حالك. فهتلاقي ان كل مريض بياخد وقت كتير جدا علشان يخلص الشغل بتاعه. انا هدف برضو من الفيديو ده ان انا بفرجكم على بفسحكم في البلد شويه، يعني مش بس بنتكلم على الدكاتره، لكن برضو بنتفسح في البلد شويه، خاصه ان احنا يعني خلاص ايه بنفنش الصيف، فيعني تقريبا الفرص بتتنقص تدريجيا ان احنا نلاقي جو كويس وشويه صاني او شويه الجو كويس نعرف نمشي فيه يعني نتفرج على البلد.
نرجع تاني لكلامنا، زي ما قلنا الـ NHS عاملة زي الجيش كده، الحاجة اللي اللي بيعملها واحد بيبعت لها خمسة. فانت هتلاقي ليه؟ لان هم دايما بيقضوا وقت كتير في ان هم يظبطوا كل حاجة او يعملوا حاجات احنا ممكن بنعملها بسرعة يعني بفهلوة، هم لا بيعملوها بصورة منظمة، بصورة documented، فبتاخد وقت. ايه هو احسن؟ طبعا يعني في البداية كنت مستغرب، لكن مع الوقت لا، كل حاجة documented، كل حاجة منظمة. لما تحب ترجع مثلا، لان مش انت مش شرط ان انت اللي هتشوف العيان مثلا هتاخده على طول هو معاك، لا يعني ممكن النهاردة انت بتشوف العيان ده مثلا لمدة 3-4 ايام، بعد كده 3-4 ايام تانيين حد تاني بيشوفه، حد تاني مسؤول عنه، الكونسلتنت بيتغير، الريجسترار بيتغير. فلما تبقى كل حاجة منظمة وكل حاجة documented، انت تقدر تيجي تقلب في الاوراق بتاعته، في الملف بتاع المريض، تفهم قصة حياته من ساعة المريض ده ما ادميتد للهوسبيتال، ايه اللي تم ليه، وكان ايه البلان بتاعته، ووصلنا لغاية فين، وايه اللي ناقص، وهكذا. فده بصراحة برضو شيء كويس جدا. حاجة تانية برضو ممكن تلاقي يعني الناس اللي جاية في الميدل جريد جوب، ممكن يلاقوا نفسهم ان هما حصلهم شوية داون جريدنج، مش ده الليفل اللي انت كنت شغال عليه، نزلت الليفل اقل شوية. يعني انا رأيي ان ده شيء عادي وشيء منطقي ان هو يحصل، او يعني او لو حصل، لان انت كده كده هتلاقي نفسك في حاجات انت السيستم محتاج انك تتعلمها وتعرفها، وفي مسؤوليات. فيعني لما برضو ما تكونش على مسؤولية كبيرة، لما ما تكونش على مسؤولية كبيرة برضو، او واخد ريسبونسبيليتي عالية، يعني في البداية يقدر يكون الموضوع احسن شوية من ان انت تكون ايه واخد مسؤولية كبيرة. يعني انا برضو شفت امثلة، مثال لحد جاي كونسلتنت لاول مرة وبيشتكي بصراحة من اللي حصل ان هو كونسلتنت. فطبعا الناس بتطلب منك انك تكون كونسلتنت وتقوم بمهام الكونسلتنت، وانت دوبك لسه مش عارف الـ NHS اصلا بتمشي ازاي، وبيهتموا بايه وما بيهتموش بايه، وبيعملوا ايه وما بيعملوش ايه. الناس مستنية منك قرارات انك تكون قرارات كونسلتنت، وانت لسه مش عارف النظام ايه، فبالتالي هتقع في مشاكل. فبرضو كل ما يعني ما يبقاش الدخل الاولى ليك على مستوى عالي قوي وريسبونسبيليتي عالية قوي، ده ممكن يكون ميزة، ما هوش مش عيب. الحاجة التانية برضو اللي الناس هتواجهها من حيث الصدمات إلى حد ما، يعني خاصة بقى الناس اللي جاية من الخليج، هو غلو البلد هنا. البلد طبعا غالية، يعني لو قارنا مثلا بأسعار الخليج، لا البلد هنا أغلى من الخليج في السكن إلى حد ما، في الأكل في السعودية، أنا بقارن على السعودية بالأساس، السكن الأكل الشرب، هتلاقي أغلى شوية هنا. الناس اللي جاية من مصر مش هيحس بالموضوع ده قوي، لأن طبعا إيه يعني الانكم هنا احسن من او الدخل، طبعا مهما يكن الحياه غاليه هنا، لكن هيفضل في الاول وفي الاخير الدخل والباقي احسن من الموجود في مصر. لكن الناس اللي جايه من الخليج هتلاقي نفسها حتى لو بتاخد مرتب متقارب او متشابه للي كانت بتاخده في الخليج، لكن الـ 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 الاسعار اعلى، فبالتالي السيفنج هيكون اقل. يبقى اتكلمنا عن اول لما هتيجي هتعمل ايه، اتكلمنا على المستشفى لما هتروح، اتكلمنا شويه العقبات اللي هتلاقيها في انك تفهم اللغه، مش تفهم بس، تفهم وتبدا تتكلم كمان، ما هياش سهله انك تفهم النظام وتفهم الـ NHS. الجو طبعا حاجه من الحاجات اللي هتكون طبعا يعني تشالنجينج في البدايه. احنا طبعا كلنا جايين من مناطق حاره، متعودين على الجو الحر. لما هتيجي هنا طبعا هتختلف، انت جاي في الصيف ولا جاي في الشتاء. يعني تجربتي اللي مش طويلة هنا في البلد، من اول شهر 5 لغاية شهر 9 دلوقتي احنا في الفيديو، الجو كويس. من شهر 5 لشهر 9 الجو كويس، غالبا هيبدأ من بعد من اول 10 كده الجو بقى يبدأ ايه يسقع، اللي هو بقى التلج يعني، او بلاش تلج يعني، مش تلج، مش بالنسبة لهم تلج، لكن بالنسبة لنا احنا طبعا هيكون ساعة. يعني من 10 بيقال لغاية شهر ابريل هيكون موضوع الايه التلج دوت، او موضوع الساعة ده شغال.
بالنسبه للجو هتبدا تكتشف ان الجواكت اللي احنا بنلبسها في مصر دي جواكت بتاعه الصيف هنا، يعني زي ما انا دلوقتي لابس جاكيت مثلا، ده جاكيت في مصر طبعا انا ما بلبسوش غير في الايام الشتاء الثقيله، اي مش شتاء البرد اللي محتاجه حاجه ثقيله في مصر، لكن هنا طبعا دوت ايه جاكيت بيتلبس في الصيف. فهتلاقي نفسك مع الوقت طبعا محتاج انك تجيب لك جاكيت من الجواكت الثقيله بتاعت هنا اللي هي ايه اللي بتدفي ديت، لما ما بنبقاش جاكيت من الجواكت اللي ما بنبقاش قادرين نشيلها ديت. تقريبا كده دي الحاجات اللي في بالي دلوقتي. واحده بتبيع برضه كاش. ثانك يو. من شرق أوروبا أو الغجر. نتفرج بقى على البلد شوية، الناس اللي حابة تتفرج على البلد. ده طبعا كوبري، أنا والله ما أعرفش كوبري ده إيه، يعني هو كوبري ده قدام المستشفى بس ويست مينستر، ربما يكون اسمه ويست مينستر. وهنا لندن أي. أنا دايما بشبهه بكوبري قصر النيل بصراحة، لأن أدي عندك النيل أهو وعندك الأسد بتاع قصر النيل، هنا اسد واحد، احنا عندنا اسدين، وهنا ده كده اللي بيوديك للندن اي لو عايز بقى تركب لندن اي. طيب دي كده تقريبا يعني خدنا جولة كده على الكوبري واتكلمنا شوية عن الحاجات اللي ممكن تواجهها أول لما تيجي. إن شاء الله برضو إذا في أي سؤال عندكم حطوه في التعليقات، وأحاول إن شاء الله إن أنا أجمعها وأبقى أعمل لها فيديو برضو كده في مرة نتكلم عليها. شكرا جزيلا ومع السلامة.